متابعينا الكرام، متابعين موقع بصراحه، معكم محمد الجندي. النهارده احنا موجودين في المطريه، هنا، واللي منور المطريه واللي منوره المطريه الجميله قوي بيج ياسمين العسل اللي انا على نفسي بحبها، ماليش دعوه بقى. والله بجد يعني هنا احنا موجودين في المطريه، وهي يعني بقت خلاص من ضمن الحاجات الحلوه قوي اللي موجوده في المطريه. بيج ياسمين منوره الدنيا على موقع بصراحه، عاملة ايه وطمنيني عليك؟ الحمد لله يا حبيبي، انا في نعمة الحمد لله، وبطمن كل الناس عليا. انت قلبة الدنيا، انت كده كده اصلا قلبها اساسا، انت عارف. امسك المايك بقى، يعني قلبة الدنيا وجيتي قلبتيها تاني، ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة، انا رحت فرح، انا اصلا ما بروحش افراح تماما، ما بحبش الافراح اصلا، بس كان حاجة عائلية والحاجة كان لازم تروح، وهي عندها ظروف في رجليها مش قادرة تروح لوحدها. لا، هي كانت الحاجة معزومة، بس هي كانت تعبانة ما تقدرش تمشي لوحدها، عاملة عملية وكده، فكان لازم اروح معاها. رحت، البنات مسكوا فيا، طب والنبي بس رقصي معانا شوية عشان نعمل فيديو والكلام ده. رقصت بالظبط 5 ثواني، فوجئت ان مصر كلها مقلوبة على ال5 ثواني دول بسبب ايه، انا نفسي معرفش. لا والله، والله انا نفسي ما اعرفش لحد الان. قالوا يمكن عشان البنت الجميله اللي كانت بترقص معاكي، والوقعه اللي كانت انت كنت بترقصي مبسوطه وبتاع، وكان اول مره. هي الفكره بقى ان كان اول مره يشوفوني برقص، هي دي الفكره. ممكن بس الاختلاف ان البيك ياسمين من ساعه ما طلعت ما بتظهرش غير في محتوى الجيم بس، يعني هي عايشه في الجيم بس. ازاي بترقص؟ ازاي بقت بني ادمه فجاه؟ حسبوها كده والله، ازاي بترقص؟ غريبة. ليه بقى؟ قول لي ليه. طيب فيها ايه؟ في مين بيروح فرح ما بيرقص؟ ان كان واحد، ان كان واحدة، ان كان طفل، مين ما بيرقص في فرح؟ انا عن نفسي استغربت، ده اول حاجة، ان هما خد الموضوع اكبر قوي من حجمه بكتير. بس البيج ياسمين، عشان اقولك على حاجة، خلي بالك والله العظيم تلاتة بجد. والله العظيم بجد، واحد اقسم بالله، الله اكبر، يعني اللي يشوفك بيبقى مبسوط. انا عارفه والله، وانا ببسط والله من حب الناس، بس ليه دايما الحاجه بتتاخد بالمحمل الغلط؟ يعني في حاجات بتبقى غصب عن الواحد. يعني انا مثلا السبب اهو ان انا ما بقتش احب اظهر، ايه، ان في ناس بتاخد كلام، بتاخد اجزاء من الكلام بيعملوا عليها مواضيع، ويا ريتها حقيقه، والله لو حقيقه هطلع اقول حقيقه، بس المصيبه ان بيتاخد عني فكره، والناس بتاخد عني فكره، ويا ريتها فيا، يعني المصيبه انها مش فيا، بيتاخد جزء من اللي انا بقوله، وما بيتقالش انا قلته ليه ولا ايه سببه، هو بيتاخد الجزء ده ويتقال شوف البيج ياسمين قالت كذا بقى وحشه. يعني مثلا وقع زي مثلا لما قلت انا لو حد اتجوزني مثلا، اما قلت مثلا انا لو اتجوزت واحد وضربني مثلا هضربه هكسحه. طب كان ايه الواقعه بتاعت دي؟ هو الفيديو اللي انتشر، يعني ايه بقى ليه اتقال؟ يعني ايه مضمون الفقره اللي اتقال فيها الموضوع ده؟ هو مضمون الفقره ان انا كنت طالعه في لقاء، تمام؟ إيه، معلش هستناك لحظه، اقل من لحظه. انا كنت طالعه في لقاء تلفزيوني، تمام؟ كان ساعتها طالع ترند لواحده ست جوزها بيضربها هي وبناتها في الشارع، وبيسحلهم وبيعريهم هو واهله، تمام؟ فالمذيعه كل ما تكلم حد على التليفون هي نفسها بتعيط بتبكي، وكل ما تكلم حد على التليفون تقول له انت لو مكانها تعمل ايه، يقول لها ده انا هعمل فيه وازود فيه واعمل فيه. فجت سالتني زي اي حد طبيعي، انت بتقول لي انت يا بيج ياسمين لو انت متجوزه واحد وعمل فيكي كده في الشارع هتعملي فيه ايه؟ الطبيعي اي حد في الدنيا لو طفل هيقول ايه؟ هكسحه، صح ولا غلط؟ خاصة ان هي بتكلم البيج ياسمين. لما البيج ياسمين بقى قالت كده، سابوا كل الموضوع الاولاني وقطعوا بس حته انا لو مد ايدي عليها كسحه، وراحوا واخدين بيج ياسمين بتقوي الستات على جوزها، البيت ياسمين عايزه تبوظ البيوت، وانا ماليش في الحوار خالص، انا بتسال زي اي حد. نفس القصه موضوع الحجاب، البيج ياسمين دي ملحده وكافره، لبست الحجاب الصبح وقلعته بالليل، على الرغم من ان اللي وصل الفكره برضه حسبي الله ونعم الوكيل كان جاي يصور معايا كواليس فيلم، مشهد فيلم، الفيلم هينزل ان شاء الله الشهر الجاي. انا طالعه في الفيلم ده بدور بخطف طفل وانا كابتن جيم، فمتنكره بعبايه وحجاب عشان ما حدش يعرفني في الفيلم. طب سؤال من قالوا اتحجبت، وانا ما اتحجبتش. مين بتحب قدام الناس يعني تظهر ان هم الناس ينادوها كانثى ولا اتكلموا؟ انا هقول لك على حاجه، انا واحده طبيعيه جدا 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 فروم A تو Z،
مش بس هي ثلاث حاجات اللي الناس حطت في دماغها ان البيج ياسمين عايزه تتشبه بالرجاله عشان الثلاث حاجات دول. بس انا هقول لك العضلات شهاده لله، انا اول مره اشوفك اقسم بالله، بس حد جميل قوي والله، مبهج مبهج جدا 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 الحمد لله. رغم ان انت لسه عارفني في موقف وحش، والله ما من طبيعي اعمل كده، بس النقطه النقطتين دول يعني عارف النقطتين اللي بقولهم لك دول واجعيني ليه؟ لانهم مش فيا. ليه يتقال عليا ان انا طلعت وقلت انا اتحجبت والتزمت وسبت الجيم الصبح وبالليل يقولوا لي قاعده على اللايف بنص كم يقولوا لي انت كافره وقلعتي الحجاب، وانا ولا اتحجبت ولا لبست حجاب؟ يضايقني ولا لا؟ عارف لو هي فيا والله ما هتضايق، هقول اه لبسته وقلعته. طب ما انا لبسته فعلا وانا عندي 9 سنين وقلعته وانا عندي 16 سنه. صح. يعني انا بعترف باللي بعمله. مقتنعه بيه. بالظبط، وانا قلت يا جماعه انا ما اقدرش اتحجب غير لما اقتنع، انا ما عنديش وسط. يقتنع ان انا اخلاقي ولبسي وتصرفاتي وكل حاجه فيا محجبين فروق ايد وزد يا بلاش خالص. انت مالك بالناس؟ في ربنا. لا انا مش عامل الناس، انا بتكلم عن نفسي انا. انا هتحجب امتى؟ لما احس ان انا قادره التزم بالحجاب بنسبه 100%. لكن اتحجب عشان ابقى زي ما قلت قبل كده، ابقى عامله شعر لحد هنا وحتى فول ميك اب ولابسه ضيق ولابسه طرحه واقول اصل انا محجبه؟ لا انا ما بحبش اضحك على حد. يا محجبة يا مش محجبة، انت واضحة بطريقة زيادة عن اللزوم. ما هو عشان كده الناس مش مستوعباني، مش مستوعبين ان لسه في حد واضح. هم تعودوا ان الناس كلها بميت وش وبتروح هنا وقدام الكاميرا بحاجة وورا الكاميرا بحاجة. انا لا، انا زي ما انا جوه الكاميرا زي ما انا بره الكاميرا. تصدق وتأمن بالله فاكر اول لايف ليا؟ فاكر اول لايف ليا لما جابوني في الشارع والناس كلها بتسلم عليا ويا كوتش ويا كوتش ويا كوتش قبل ما اطلع ترند، قبل الترند. لحد النهارده الناس كلها كانت فاكره ان البيج ياسمين هتسيب الجيزه، هتقعد في منطقه راقيه، هتنسى الناس دول خالص، ايه بقى سواق توك توك اللي تسلم عليه والكلام ده. انا لحد النهارده طول ما انا ماشيه اقسمت بالله والنعمه دي ان انا نفس قبل الترند بيوم، نفس النهارده نفس يوم الترند، ايه يا اسطى؟ ايه يا مدير؟ عامل ايه؟ اتفضل. اصل البني ادم معدنه ما بيتغيرش. لو بقى ملياردير معدنه ما بيتغيرش، لو بقى شحات معدنه بالظبط، المعدن ما بيتغيرش. فانا معدني طول عمري كده، فالحمد لله ولا اتغيرت ولا هتغير، ولو بقيت اعلى حد في العالم انا برضو مش هتغير، لان انا بحب اصلا البساطه. ماما ربنا يديها الصحه يا رب. شايفاك دلوقتي ازاي؟ وشايفاك دلوقتي نفسك نفسها يعني البيج ياسمين تبقى ايه وتبقى فين وتروح فين؟ ماما نفسها، ماما بقالها بالظبط 30 سنه بتتمنى ان البيج ياسمين تطول شعرها، وبقالها 19 سنة بتتمنى ان البيج ياسمين تبطل حديد، بس واضح ان يعني عمرنا طويل احنا الاثنين مع بعض. يعني هي امنيات مالهاش علاقة بيا خالص. لا وامنيات طويلة المدى، 30 سنة و18 سنة، يعني ده انا امي مكافحة يعني بتحارب سنين. خلي بالك بقى عندها صبر، ما انا بقول لك ده صبر بجبروت. 30 سنة بتحارب معايا عشان اطول شعري. طلعت ترند. طلعت ترند. ده كده المرة الأولانية خلاص بقى. الحمد لله. بتاع المرة الثانية ماما قالت عليه إيه؟ ما هي كانت معايا في الفرح. الحمد لله نشكر ربنا إن هي أصلاً اللي مودياني الفرح ده بالإكراه. يعني هي اللي واخداني بالإكراه معاها. قلت لها أنتِ وديتيني ودينا تكتك أهي. ما أوعي تيجي تتكلمي معايا بقى. البنت اللي بترقص معاكي بقى إحنا سمعنا كتير، سمعنا أقاويل كتير وسمعنا حاجات حصلت كتير. وضحي بس عشان خاطر البنت مش عارف. ما هو انا بقى والله انا برضو سبب من اسباب يعني جوزها مش عارف سابها، جوزها مش عارف لا بص هقول لك على حاجه، مفيش كلام خالص ان جوزها سابها ولا الكلام ده، لان في الاول وفي الاخر والله هي ما عملت اي حاجه غلط. لحظه بس واحده انا بدوس على ده عشان اقفله. طيب عشان انسى كده لو بس تمام معلش انا معترف معايا. بص الفكره كلها انا دخلت الفرح جت البنت دي كان معاها طبعا مش بنت ده، هي عندها بسم الله ما شاء الله ثلاث اولاد ربنا يخليهم لها، ثلاث اولاد عندها ثلاث اطفال منهم طفله صغيره بتحبني قوي تابعاني من التيك توك، وهي نفسيها والدتها دي كانت متابعاني من التيك توك. فاول ما شافتني في الفرح اتصدمت زي كل الناس طبعا، لقت الناس اللي في القاعه مع الناس اللي بره مع الناس من بره الفرح بيتصوروا معايا. فهي جت على ما يبتدي، فهي جت بيجي ياسمين ممكن اخد معاكي صوره؟ كانت فاكره ان انا من الناس الايه المتنشنه او الكلام ده، فلقيتني لا عادي وتعالي يا حبيبتي وتصوري وبنتها اتصورت معايا والكلام ده.
حضرتك دلوقتي لما شفتني حسيت بايه؟ لقيت نفسك حتى لو انت منتقدني لقيت نفسك غصب عني حابب تتعامل معايا. فهي حتى لو كانت كرهاني حتى لو كانت كرهاني والله قسما بالله لما تعاملت معايا هي من نفسها لقيتها بتعزني، قالت لي انا عايزه اتصور معاك انا وبنتي، وانت شخصيه كويسه ممكن تبقي تطلعيني معاكي لايف عشان انا بعمل منتجات وحاجات عايزه اسوقها، فعايزه اطلع معاكي على اللايف عشان تدعميني. قلت لها ده انا عينيا ليكي، انا دعم واحده زيك عايزه تطلع تعرض حاجه احسن ما دعم واحده بتعمل ليبسنج وبترقص، صح ولا غلط؟ فانا هدعمك، شوفي عايزاني افتح معاكي لايف امتى؟ راحت موراني ايميلها، والله اللي بقوله ده اللي حصل بالحرف، ورتني ايميلها قالت لي انا هضيفك من الايميل ده ضيفيني حتى دلوقتي. قلت لها والله العظيم الباقه خلصانه، ما ضفتهاش فعلا. روحت البيت على كده لقيت 700 ألف منشن